يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ويقول أحد العلماء المربين ينصح زوجة أحد مريديه: حق الزوج عند الله تعالى عظيم، خالفي نفسك بالتواضع معه. إن للزوجين حقوقا وعليهما واجبات، نتعرف عليها في الجزء الثاني والأخير من محاضرة فضيلة الشيخ يوسف الملا حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نقول يا جماعة، بعض الوصايا نوصيها للنساء وللرجال. حأذكر هلا إن شاء الله تعالى وصية للنساء. اسمعوا أخواتنا النساء، ما تنفعلي لمجرد كلمة فورا، لا، ولا تكسري الطلبات، بل راعي وضعه المالي واختاري الوقت المناسب لتقديم المطالب. نعم، يعني أنجغي طلع أكلته وشربته. اليوم خطبة بنت أختي، طيب شو بدك؟ بدك تشتري ساعة جديدة. اليوم خطبة بنت فلانة، بدك تشتري فستان جديد. ما بدك تجيب لي؟ شو بخيل أنت؟ أنت واحد بخيل. اوعها اوعد، إذا زوجك ما قصر بالحق الواجب اللي عليك، إياك أنك تقولي له مثل هالعبارات وتأذي بمثل هذا الكلام. تقولي له أنت واحد بخيل، أنت واحد نوتة، أنت واحد كذا. لا تستعملي هالعبارات معه. أصلا ليس للمرأة أنه تطلب كل متطلباتها ما هو زائد عن الضروريات، إلا إذا زوجها قالها اطلبي ما شئت متى شئت، ساعتها بتقول له لو بتجيب لي ساعة، بتجيب لي كذا كذا، لأنه هو قال لها اطلبي ما شئت متى شئت، اطلبي اللي بدك يا مرا، أنا بجيب لي. ساعتها إذا طلبت ساعتها يأتي. كمان أيضا تحلي بالحلم والصبر عند تعرض زوجك لخطأ أو زلة. زوجك غضب يعني تنكرز، صار معه أمر يعني إلى ما هنالك، أنت بتستقبلي هذا الأمر بشو؟ بالصبر. ما هو طلع صوته وأنت بيطلع صوتك أكثر، هو حكي كلمة بتحكي دي اثنين، هو ضرب بالكباية تضربي بالطنجرة، لا. وما هو علا يعني كمان بصير الولولة. انتبه، بدك تصبري وتراعي وضع زوجك وتتحملي. بالنهاية يعني زوج وزوجة، وما حياكلك يعني، منه ضبع بياكلك كمان، يعني انت كوني لطيفة هينة لا معه كمان ايضا. وما تكتري طلباتك عليه، انظري لوضع الحال اللي هو عند زوجك كمان ايضا. ولا تكسر العتاب، يعني ما تعاتبي كل شيء على كل شيء. طيب ما شفت انت جاي فايت على البيت، مش ليه صباتك برا؟ ما فشت انت على البيت، ما شفت الحنفية مفتوحة ما سكرها، ما شفت انت فت على البيت ما طفي الضوء، طيب ما شفت انت فت على البيت، طيب ليه ما جبت معك شوية اغراض وهيدا؟ هلا ما كل ساعة والتاني يعني تكوني نقاقة، ما حلوة هيك كتير، المرة كمان نقاقة كتير، يعني تفوتي بعض الامور. مثل واحد يعني كل يوم بتنقى عليه زوجته، قال لي يا مرة ما كل يوم هيك، طيب رايحين يوم، قالت له شو بدك؟ قال يوم نقي يوم بلا نق، طيب ماشي العاد. قال طيب، قال حكيت وقعد، قال لك يلا خلينا بكرة نرتاح، تركها حكيت. تاني يوم بدنا نرتاح، تاني يوم قالت له اليوم ما فينا بس بكرة، ها بكرة، لا بكرة، بكرة ها بكرة، لا هيك خلص ولا هيك. ثلاثة كمان أيضا، احرصي على تبشيره بالمسرات وعدم صدور الأخبار المؤلمة منك. بيجي على البيت جايب لك اليوم يا رجال خبر حلو حيفرحك كتير، شو شو القصة؟ أختك فلاني جاي من السفر، أنت قديش صارك مشتاق لها، طيب حلو هالخبر، جايب لك خبر حلو كتير، شو؟ بجامع برج أبو حيدر عم بيعطوا دروس يومية بعد صلاة المغرب، وعم بيعطوا دروس عن حق الزوج والزوجة، ولو سمعت اليوم شو حكيوا لحق الزوج ومعاملة الزوج كنت حتنبسط كثير. تقول له هالخبر تنقلي له، هلا انقلي له زوجك، اللي زوجها ما هون تنقل له اياه، واللي هلا
زوجته ما هون حيسمع وبينقول لزوجته، يعني حيسمع شو يقولوا كمان ايضا. ايضا ولا تكسري قلبه كذلك ايضا، ما بفيني اتحمل منك كلمه ها وعزعزع لي بدني، ليك انا مره عصبيه ما بتحمل منك كلمه، لا يعني حاولي كمان لينيها معه. نعم، حرصي على التبشير بالمسرات وعدم صدور الاخبار المؤلمه منك، يعني ما تطلعي له خبر مزعج. انا ما انا لو ما انت جيت طلبتني ما كان جاي واحد يطلبني، انا كان غني وما بعرف شو، شو عيشني معك انا ما كل حياتي هيك بتقعد تبكي له بقى، هيك بدنا نقضيها كل يوم على بكي؟ طيب اي ما انا طلبني فلان وما قبلت انت الا بدك تاخذني، ما كل ساعه بتطلعي له هالاخبار، هاي الاخبار اللي هي مؤذيه. خففي عنه، اجي زوجك مهموم، موجود صار ضربت السياره عملت حادث اليوم، هي بسيطة الحمد لله جيت على السلامة. بعدين تعلمنا من شيخنا الشيخ عبد الله بيقول قول الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم. الحمد لله انت ما صار لك شيء يا زوجي، ما بتقول له هي سيارة بسيطة، الرزاق هو الله، خلاص توكل على الله وتخففي عنه. ما تقولي له لك كيف، طب ما شفته، طب وين عينيك، لما مين كنت عم تحكي وكذا، وتزيدي عليه ما تركيه بحاله والله، ما هو مهموم ومغموم، خففي عنه ما تزيدي عليه، يعني يعني هو حطي فوق قلبه كمان. لا كمان ايضا توددي له وارفعي من معنوياته كمان، قولي له ان شاء الله تعالى بكره بتشتغل بجيب غيره وكذا، واني معك واذا بدك شو بدك اني خذ هاي خاتمه ها، اذا ما معك الا خاتم او اذا عندك بعده شيء ثاني كمان خذ هاي سيارتي، عاوني زوجك معك عاوني طالما هو الزوج يعني مخلص معك. وقوي من معنوياتي وكوني له الزوجة والأم والأخت والصديقة والحبيبة، هيك كوني مع زوجك، هيك بدي يكون معه، هيك ما هيدي عشرة عمر، شو مفكرة انت زوجك مرأة طري يعني، هيدا أبوه أبو ولادك زوجك، هيدا بدك تقعدي معه العمر كله، يعني بدك تعيشي معه العمر مع زوجك، هو عشر سنين هو خمسة هو عشرين أربعين خمسين سنة الله أعلم، هيدا اللي حتشوفي منه واللي هو حتتحملي منه واللي بتقدري تحكي الأشياء لإله ما بتحكيها لأمك ولأبوك. عيني زوجك كمان بمالك الخاص عندما تشعرين أنه بحاجة إليك، ولا تتذرعي بأمر النفقة كمان أيضا. شفتي زوجك بحاجة، إيه شو بدك أنا معي هاي ساعتي ذهبتي أصوارتي، شو بدك معي شيء لي أنا مصاري ويرتي من أمي، خذ مثلا. طبعا الزوج يعني بتلاقيها زوجها مخلص هو بعمله، وهكذا تعينه كذلك أيضا إن كان الله ميسر عليها. 16 املأي كمان أيضا عينيه بجمال زينتك. أيوة، ما يعني على طول يا أختي مظبوط أنت طبختي اليوم ما من الصبح عم بطبخ له، طيب بدي أقول له طيب، بس هلا هو بتعرفي حيجي هالساعة نص ساعة على البيت، ما حيجي توم وبصل وكزبرة ونعنع ولمر بليمون وكله فوق بعض، شو بدك هذا، شو في هون هذا، شو هذا، هذا مايونيز يا رجال، وهون شو في، طيب هون ها هيدي حر هون، وهيدا شو هون هيدا ليمون، وهون شو في صلصل، هيك توم وبصل وليمون وصلصل هيك نقضيها. بس يجي الزوج املئي وجه زوجك بهالحالة، هاي نعم هذا المطلوب، نعم هذا المطلوب. كذلك أيضا ونظافة ملابسك ونظافة بيتك كمان أيضا، لأنه الزوج بيحب هيك، يعني هو بيقول لك أنا بشتغل كل النهار، لو عد بالبيت ارتاح لي شي ساعة ساعتين عشية حاجي ارتاح كمان، لا بتجي بتقعد أهلين كيفك، والتوم والبصل والليمون والجاز كله بطيخ فوق بعض، والله مزبوط اشتغلتي له، بس انت هلا لو قالت لك يعني واحده قومي في تنزيلات هون معاملين تنزيلات كل فستان كل تنوره، تنزلي هيك بالليمون وبالتفاح ولا بتظبطي حالك على السريع دغري ها، يعني على السريع تلاقي ظبط الوضع. واملئي قلبه بحلاوه اعمالك الحسنه وتصرفاتك المرضيه عند الله سبحانه وتعالى، هذا اللي نعمله. ولا تنشغلي بتنظيفه على حساب مرضات زوجك. ها هذا بيشتغل كل الجمعه، يوم الاحد بيقعد ببيته، يوم الاحد قوم بدنا نعزل سجل وزيح الكنبيات وزيح هذا مع شو، وجيب المكنسه وعم نعزل ويلا ويمين وشمال، وتجيبوا المي
يا مرة هلا شو القصة؟ بدنا نعزي اليوم؟ هلا ما لقيتي غير اليوم اللي أنا قاعد فيه بالبيت، بدك تعزي هلا؟ طيب شو بدي أعمل؟ هلا قرر، هيك طلعت معها يعني، هلا طلعت معها هيك، لا، الوقت اللي بيقعد زوجك فيه بالبيت للراحة هذا الوقت اتركي له لإله، مع حسب زوجك كمان تعمل هذه الأمور، نعم. وانظري إلى زوجك كأنه جزء منك. هيدا احسبي مثل ما أنت بتريد الراحة لنفسك، تريد الراحة كمان أيضا لزوجك هكذا. وأنه ليس هو بالخصم لك. وأنه ما هو يعني الزوج يكون خصم لألك، لا، ولا عدو كذلك أيضا لك. طيب واللي بعده كمان أيضا، قومي بأداء الفرائض كما أمر الله سبحانه وتعالى. ما تعيش بالبيت بس إنما أني ست مطبخ، لا، وما تعيش بالبيت نقاء، وما تعيش بالبيت أم إخبار تنقل إخبار من هون من هون من هون، لا، إنما بتأدي واجبات اللي عليك، تجتنب المحرمات. إجا ناس لعن زوجك على البيت عم بيحكوا له قصة هموم وغموم، فلان خرق ومرته قال له هيك وقالت له هيك وفلان قال هيك، ما بتروح بتحمليها تاني يوم شو صار وحكيوا له لزوجك، وبتروح بتقول امبارح اجوا لعنا على البيت والله سمعتهم عم بيقولوا له لزوجي قال فلانه قالت له لفلان وفلان قال لفلانه وقالوا قالوا ايه، لا، الشيء اللي بيصير بالبيت بتحكي فيه انت برا لامر اللي بيتكلم فيه الزوج او ناس بيحكوا لزوجك مثلا. 19 اذا اخطأ بحقك مثلا زوجي طلعت معه شوية واعتذر فقابليه بالصفح والتسامح، ما تقولي له لا 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 أنا بخلص هلا خدني على بيت أهلي مني طيقتك والعيش معك ما في هلا بدك تاخدني على المحكمة وعلى الطلاق وكذا، اسمع روقيها خلص، ما قالك أنا بعتذر خلص، قالك بعتذر والتسامح وتقبلي كذلك اعتذاره باحترام، وحافظي على أسراره كمان، على أسرار زوجك، لأن إفشاء سر الزوج ليس من شيم المرأة التقية الفاضلة، لأنها مؤتمنة على أسراره. شو اللي بيصير من إسراء بالبيت ما بتبثيها هيك قالوا تحكي بلا هالكلام، فلا يجوز لها أن تخونه فتفتح على نفسها أبواب الشقاق والخلاف. وأخيرا عند عودتي للبيت استقبليه أيضا بحفاوة كذلك استبشار، حتى ولو لم يجلب لك ما هو طلبتي منه ولم يحقق لك، مش انه اليوم هلا قلت له اليوم جيب لي حيجيب لي شو حيجيب لي، في وصيته على اشارب جديد وعلى ما بعرف شو خاتم، قلت له اليوم قال لي اليوم حيجيب لك ايه، طق على الباب اهلين اهلا اهلا تفضل تفضل اهلين بزوجي العزيز، وتقول له فاذا وين اللي قلت لك علمه جبت لي اياه مثل الغار، ما جبته والله يا مراه، ليه ما جبته ليه، وبلش الدبيك بقى هلا وبرمت له على يمين وعلى الشمال، هلا ما تحكي معه اني ما في وكذا وكذا، لا استقبليه جاب ولا ما جاب، احمدي الله واشكري على ذلك، ولو لم يجب لك ما اردت ولم يحقق لك ما طلبت، وهكذا وادعيه بسلام، وادعيه بقوم الصبح الله يرجعك لنا يا زوجي بخير وسلامه، الله يعافيك الى ما هناك، استودعيه الله الذي لا تضيع ودائعه، بس يضل زوجك من البيت قولي له استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ليعود لك باذن الله سالما غانما محفوظا مرزوقا، هيك بدنا نعمل، نعم هذا بدنا نعمله هيك. هلا لنشوف انت يا رجال شو بدنا نعمل، هلا انت كمان اولا للرجال نصائح له خاصه في الاسابيع الاولى لزواجك بالاقلال من المطالب، هتزوج بعدنا ما مضى علينا جمعه جمعتين شهر، ما من أول يوم بلش بقى هلا تعمل مثل ما بيقولوا أبو زيد الهلالي عليها هلا وكل المتطلبات، وهلا بدي يشيل راس الحمامة هلا بدنا لا من هلا من أول يوم، وما تكثر من الطلبات. قال لك ليش؟ تعرف ليش؟ لأنه عادة الزوجة بتكون ببيت أهلها إلها عادة، هو عنده عادة، عادات قد ما تنسجم مع بعضها البعض، فبدها وقت شو بنعمل؟ شوي شوي تنسجموا مع بعض، ما من اول يوم ليكي تعال لك انا من هلا بعدنا ما صرنا يوم يومين بقطع لك اياها هلا، ها تعال اقول لك طول بالها يا حنون لو روقها خلي عندك حنيه روق لي شوي، شو بنعمل؟ لا تكثر من الطلبات عليها في اول بدايه الاسبوع، انما الاقلال من ذلك، نعم.
وكذلك الابتعاد عن حكايات الماضي كمان أيضا، شو صار معنا ومن قبل ومن الماضي كمان، واللي صار من القصص اللي هي بتوجع الراس، ما كل ساعة والتاني تطلع عليها الأمور الماضية اللي بتوجع الراس، افتح مثل ما بيقولوا العوام صفحة بيضة جديدة هلا، وما كل ما تاني وعلى إلى ما هنالك من الأقوال تسمعها بما هو يؤذي. نعم، وكن حريصا على زوجتك، وأكثر من التفاؤل وسعة الصدر، وأقلل من الانتقاد. ما تكون نقاء كثير كمان أنت، يعني ما تفوت على البيت تعي تعي شو الغبرة هون، تعي تعي ليه المعلة هون، تعي تعي ليش ما لو السجادة، قوم أنت، أنت شو عم تعمل، تعي تعي قوم كنس أنت وشيل أنت ونظف أنت، هذا بيتك كمان، شو أنت بس بدك تعمل أمير وزير، ظاهر أمير وزير، قوم أنت كمان يعني لحلح الأمور بها، عاملها باحترام. نعم، مثل ما أنت بدك تعاملك باحترام أنت عاملها باحترام، وعلمها كيف تكسب ودك فهي بحاجة لإرشاداتك. أنت الرجال علمها كيف بدها تكسب ودك، علمها أنت كيف بدها تحترمك، أنت علمها كيف تكسب محبتها. الله جعل هذا للرجل. ثلاثة كمان للرجل، لا تتدخل بأمور البيت وكذلك ترتيبه إلى ما هنالك. يعني ما كل ما شالت كرسي من مطرح تجي على البيت، مين شال الكرسي من هون، مين شال التريا من هون، مين شال هيدي السجادة من هون، مين حط المعلقة هون، ما تكون هيك مين ومين ومين. هيدا البيت تركه للمرأة، المرأة بدها تحط الكنبات هون بدك تحطهم هون، بدها تحط الخزانة هون بدك تحطهم هون، لو شو بدها لك تفوت المطبخ وتشيل المطبخ تفوت وتظهره، ترك البيت للمرأة، تركها انت شغلك برا، ما امنت لك يعني هيئت لك ماكلك مشربك طعامك لبسك مجهز كله بلا، بس ليه يعني ما تكون هيك يضحك مرتك بكل امر. كمان لا تتدخل بامور بيت وترتيبي والمطبخ، فوت على المطبخ طلع على المطبخ وقع، ليه حاطة الطناجر هون شيليهم من واحد تصحون هون، ليه حاطة هون البراد شيل البراد من هون، ليه حاطة الكبايات هون شيليهم من هون، ترك هالامور ما تفوت فيها. نعم، إلا بقدر ضئيل. كذلك أيضا فالبيت تعتبره المرأة هو كمملكتها. البيت عم تشوف هلأ المرأة لما تاخد بيت تقول لك ها بعد لما تستأجر بيت يا عين شوف يا رجال، هي بتصير تخطيط ما أنت، تقول لك هون منين قوط النوم، هون نحط كذا هون، هي بتعمل لك بعد ما في بتفوت البيت على بلاطة بتخطط لك هيك، وهي هيك هيدي المرأة بتعمل هيك. على كل هو منه مطلوب كتير كمان شغل اعتناء بالبيت وننسى ضروريات علم الدين. مطلوب منك يا ست كمان انت ما تشغلي كل وقتك بما هو بأمور البيت والمنزل، كمان ما تنسي القبر، ما تنسي آخرتك، ما تنسي انه في يوم من الأيام سترحلي، ويمكن هالبيت اللي انت عم تتعبي عليه كتير كتير وتساوي بعد منها قد تموت تفارق الدنيا، وزوجك يتزوج وحده ثانيه يجي تقعد بالبيت هي كمان. كمان ما تنسي يعني نصيحتي للرجال وللمراه كمان ان تعمل لقبرها كذلك، واترك نفسك انت بعد ذلك لما هو امور غير هادي. اربعه، ضبط النفس والبعد، هذا للرجال تضبط نفسك، والبعد على الانفعال في المواقف العاطفيه في صفات الرجل والزوج الناجح. وهذا لا يعني الصمت الرهيب، مع انه بتفوت على البيت يا رجال منفوت عابس وبيظهر عابس، لك تحاك شوي بالبيت، سير مرتك، خذ واعطي معها، خلي بشاشة على وجهك، مثل ما انت بتحب تفوت على بيتك وبشاشة على وجه زوجتك تشوفك ببسمة، نفس الشيء المرة هي هيك، ومثل ما بتحب انت تشوف زوجتك لابسة شيء نظيف لك وملابس، كمان نفس الشيء بتحب منك هذه الأمور، مثل ما أنت بتحب هذه الأشياء هي تحب منك هذا، وينبغي لك أن تفعل مثل هذه الأشياء. وكذلك أيضا فإنه أيضا لذا على الزوج أن يكون له جلسة مع زوجته، شو بتقعد مع زوجتك تعطيها إرشادات ونصائح، تعملي هيك يا مرة،
تفعلي كذا تفعلي كذا، ما بدنا الناس يحكوا علينا، ما بدنا نصير قصة وحكاية وملعبة ويصير نقالين على لسانات الناس. لا، أنا وياك اللي بيصير إن شاء الله تعالى الأمور بنسيسرها منضبها. ثلاثة كمان، بذلك اهتم بتنظيف نفسك وتنظيم كذلك هندامك، وكذلك أيضا استبشر أيضا في وجه زوجتك أيضا حتى تعودها على المشاورة كذلك أيضا بالمقابل في أمورها الخاصة. استشير زوجتك أيضا، استشر زوجتك. يعني مثلا بدك تفتح دكانة، يا مرة شو رأيك نفتح دكانة منوسع التجارة؟ عود زوجتك ما تعمل شيء إلا كثير يعني من أمور، عود زوجتك، حاول أنك تستشيرها. ليش؟ إذا حاولت تستشيرها بتصير هي إذا بدها تعمل شيء كمان بتستشيرك. ما بتقول ما أنت بتعمل وما بتستشيرني، فقل لها أنا ليش يا مرة في شيء مرة عملت شيء إلا وأنه استشرتك فيه وسألتك يعني؟ فأنا عم كنت عم بستشيرك، ينبغي أنك أنت كمان أيضا تستشيريني. اثنين، ستة كمان، تجنب الغضب لأنه كذلك يطفئ سراج العقل. هلا ما كتير فوت على طول دغرت سبسب وتعيط بأمه وأبوها، لا، اوعى هذه الألفاظ، احفاظ لسانك مما هو فيه شتم بحقها، استهزاء بحقها، بأمها، بأبوها، ولا تتعود على استعمال لفظ الطلاق، وكذلك مع أنه هو حلال. انتبه، ما كلمة انه قالت لي المرأة شيء بدي اقول لها ليكي انتبهي انت طالقة، يلا بتعملي هيك عم تزعليني مني انت طالقة. واذا قلت لها لزوجتك انت طالق بالثلاث لا رجعت بعد ذلك. واذا قالها كمان ايضا مرة ورجعها، اثنين رجعها، ثلاثة ما عاد في رجعة بعد ذلك. اذا طيب قال لي يا شيخ بس ما عم تصلي، قل لها ليكي يا مرة الطلاق هو مكروه، لكن إذا المرأة ما بتصلي هذه طلاقها سنة في ثواب، لأنه أنت تركتي أعظم فرض بعد الإيمان بالله تعالى ورسوله. لذلك انتبهي ما تتركي حالك بلا صلاة، حافظي على صلاتك وصلي أنت وياه أحيانا بالبيت جماعة إذا أمكن. نعم إذا أمكن، ما أمكن إلا مشي أنا وياك على الجامع، مشي نصلي، بتصلي جماعة وبتسمع الدرس كمان أيضا، تأخذ زوجتك على المساجد، تعودها على هذه الأمور. نعم، وما كل ساعة والتاني تلفظ بألفاظ الطلاق. سبعة، ابتعد عن ذكر أقارب زوجتك إلا بالخير، فبالإضافة إلى أنه غيبة محرمة فهو يؤدي إلى الشقاق بينكما. أهل زوجتك منهم مسلمين بلا، ما تقعد تسب فيهم وتحكي عليهم بما لا يرضون، ما هذه كمان أيضا من جملة الأمور الغيبة المحرمة، وقد هذا يؤدي إلى شقاق فيما بينك وبين الزوجة كذلك أيضا. ثمانية، كن قدوة لزوجتك في أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وصلي معها أحيانا جماعة، قوم الصبح فيق مرتك كمان أيضا ولا قوم نصلي أنا وياك جماعة كمان أيضا. وكمان عودها لزوجتك على انه انتبه يا مرة هيدا حرام، بجوز هيدا حلال هيدا حرام، عودها. مش كل المتطلبات بتطلب المرأة كمان بتنفذهم، لا، يعني قالت لك مثلا جيب لي ستيريو بنسمع مثلا موسيقى الى ما هنالك، ما لا ما بقول لا ننفذ لها لا بالامور، او خدنا على عرس بيت فلان يوم عرس بيت فلان، طيب هيدي عرس شو موسيقى؟ ايه موسيقى، لا لا تطيعها بهذا. لا تحسب انك وحدك المتعب لدى عودتك إلى البيت ظانا أن زوجتك يعني غير متعبة، الزوجة جاي على البيت تركيني تعبان ما أقدر لا تحكي معي، مثل ما أنت تعبان كمان زوجتك كمان بالنهار تعبان، يعني اللي عملت لك غسيل وطبخ ونفخ إلى ما يأكل والأولاد كمان أيضا. وقد يؤدي عدم الالتفات إلى هذه النقطة إلى كثير من الإشكالات بين الزوجين بالأخص في بداية حياتهما الزوجية، خاصة في بداية حياتهم الزوجية كثير من الناس ما بيعرفوها. ليش بتلاقوا في ناس أول شهر شهرين بتلاقوا بيطلقوا؟ ليه؟ بيكون بعد ما انسجموا، يعني هي عندها عادات طبائع وهو عنده طبائع، فما بيصبروا على بعض
بتلاقي هو غضب وهي غضبت يلا طلقني ولا يلا طالقة. بعدين بيحصل احيانا بيندموا. 11 احيانا يكون للزوج دور كبير، هو منه احيانا بيكون للزوج دور كبير في خراب البيت اذا هو ما عرف كيف يعامل زوجته هذا الانسان. احيانا اما ان يعامل زوجته بشدة وقوة وظلم وبخل وشتم وضرب الى ما هنالك، ساعتها بتقول له ما بدي اعيش معك خلص. احيانا يكون السبب من الرجل، او احيانا يكون بكثرة الدلال. انتبه، المرأة كمان ما فيك تعطيها كل انواع الدلال، بدك تكون تراعي هذه الامور ايضا. وقد تكون انت ايضا ضعيف الارادة ايضا وارخاء العنان، وكلا الامرين فيهما افراط وتفريط احيانا، وهما مرفوضان، والوسيط علينا بها والاعتدال كذلك امران يدعو اليهما العدل في الاسلام، مع مراعاة ايضا الفروق الفردية وكذلك الظروف الخاصة وعدم تضييع الحقوق الزوجية الى ما هنالك. امور كثيرة كل هذه بده يراعي لها الزوج، ينتبه لها ويعرف كيفية التصرفات مع اهل زوجها، مع الجيران، مع الناس اللي عم بيزوروا زوجتك، عم تروح زوجتك معهم، لانه ياما في اليوم نساء عم تفسد نساء وشباب عم يفسدوا كمان ايضا شباب، في كتير هيك وهيك على هذا الامر. وما كل واحد فيك تفوته على بيتك، ياما في شباب عم تفوت شباب على بيتها، بيطلع هذا فاسد وبيفسد اخلاق زوجته واولاده الى ما هنالك. بدك تصاحب، بدك تدخل على بيتك، شوف من هو في قلبه مخافة الله، من في قلبي تقوى الله. أما إذا جبت على بيتك ناس كل النهار بيسكروا مثلا، فتنا على البيت سكر ولعب ورق شدة وشاش وبيش على أمور محرمة، قد يحصل في البيت أمور كثيرة. لذلك عليك أيضا من الأمور التي هي أن تنظر بحق الزوجة وتنظر بحالها الاجتماعية كذلك أيضا، قد أحيانا يورطها في أزمات تفوق طاقتها على الاحتمال لتكليفها بخدمة أهل زوجها بما لا تطيق. يعني اليوم يا مرة بدي أعزم أهلي لعنا على البيت، طيب شو بيقوم بجيب طابور جيش على البيت 20-30 نفس مثلا، طيب الزوجة ما بتقدر يعني تقوم بخدمة كل هالأهل، كمان هي عندها طاقة ولا لا، بدك تعمل وبدك تسوي الى ما هنالك، قد يؤذيها كذلك ايضا. 13 اقتنع بالقليل من الحلال واعلم ان جمال زوجتك، وخلي عندك قناعة بذلك ولا تبحث عن عيوبها الجسمية. قل ليك انت تمك هيك كبير، يا ريت تمك مكان كبير يا مرة، انت سنينك ناطقين هيك ما عاجبني كذا، انت دينيتك كبار، انت شعرك ما عاجبني، بلا ما تحكي الأمور كلها اسكت عنها، فتش عن محاسنها قبل أن تفتش عن أشياء أخرى إلى ما هنالك. فتش عن محاسنها الأخلاقية واعلم إن أساءك منها شيء أعجبك منها أشياء، واجعل همك لتحصيل الزاد للآخرة، احرص على أمر الآخرة، احرص على الزوجة الصالحة، لأنها من الدنيا لزوجها مما هو من متاع الدنيا. 14 الوصية الأخيرة، كذلك اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يرقع ثوبه ويخسف نعله ويعين أهله. ساعد زوجتك بتنظيف البيت وتربية الأولاد، ساعد زوجتك، نعم ساعدها إذا كان ما عندك شيء بالبيت، ساعدها للمرأة في مثل هذه الأشياء. آخر شيء يا جماعة، بقول شيخنا كمان في هذه الأيام المرأة كاملة الأوصاف، وجودها شبه معدوم، فمن أراد الزواج إذا أراد أن يتزوج إن وجد من تعلم في الضروريات الدينية وكان خلقها حسنا يتزوجها، بادر بالزواج إليها. شفت هيك؟ هلا كامل الأوصاف من رجال ولا من نسوان قليل، لا من هذا ولا من هذا. نسأل الله تعالى اللطف بنا وبكم وحسن الختام، والموت على كامل الإيمان،
اللهم زودنا بالتقوى يا أرحم الراحمين، وتوفنا وأنت راض عنا، قولوا لا إله إلا الله. ومع حسن العلاقة بين الزوجين وما لهما وما عليهما، كنا مع الجزء الثاني والأخير من محاضرة فضيلة الشيخ يوسف الملا حفظه الله ورعاه.